بنوصل للمجموعة القبل الأخيرة أو الرسائل القبل الأخيرة في الدراسة بتاعتنا، المجموعة الرابعة من الرسائل البولسية اللي بنسميها رسائل الرعوية، وهم ثلاث رسائل: رسالة تيموثاوس الأولى والثانية ورسالة تيتوس. طبعا الاسم كلمة الرعوية دي ما كانتش في الأصل في الكتابات، لكن استخدمت في القرن ال 18، وهما الثلاث رسائل اللي كتبهم بولس لتلميذينه تيموثاوس وتيتوس، اللي فيهم بيكلفهم برعاية الكنائس وبالاهتمام بأمور الكنائس بعد ما عاشوا معاه وتدربوا تحت إيده وتعلموا حاجات كتيرة. وشوفنا إزاي القائد البارع ده عارف يطلع جيل من القادة العظام اللي شالوا الشيلة بعدين، وده اللي بيقول عليه دايما إنه القائد الناجح مش بيحتفظ بخدمته لنفسه في صورة أنانية، إنما بيهتم إنه يطلع من وراه جيل واثنين وثلاثة يكونوا قادة كويسين وبيشجعهم. شفنا زي بولس بيشجع تيموثاوس وبيتكلم عنه بنوع من التشجيع والفخر في إنه هو زيه، يقول كده نحن شريكان، يقول عنه إنه يحطوا جنبيه بولس وتيموثاوس عبد يسوع المسيح في رسالة فيليبي، يقول للأهل كورنثوس ما كانش في حد نظير نفسي أبعته لكم غير تيموثاوس. فنشوف إزاي الراجل ده فعلا كان شخصية جميلة وشخصية ناجحة في كل شيء، سواء في الكرازة، في التعليم، في اللاهوت، في الخدمة، في إعداد الخدام، كان شخصية بارعة جدا. الرسائل دي بتتميز بحاجتين، بتتميز سواء إن هما أواخر ما كتبه بولس في حياته، دول آخر ثلاث رسائل كتبهم بولس في حياته، والخاصة طبعا رسالة تيموثاوس الثانية كانت قبل استشهاده بوقت قليل قوي. بتورينا إزاي هو بيسلم الشعلة للتلميذين بتوعه، بيسلم الشعلة للجيل اللي وراه، بيهتم بتشجيعهم، بيحط لهم نقط على الحروف، بيحط لهم إزاي يتصرفوا في كنيسة الله، وده لأنه كان عارف طبعا نهايته متقرب، وكان بيسلم أوراقه وبيسلم الدور إلى تلاميذه. الخصائص الثانية أو التميز الثاني للرسالتين، للرسائل دي، رسائل رعوية اللي هما الثلاث رسائل بتوعنا، إنهم أولا مش موجهين لكنايس زي ما شفنا بقية الرسائل بتاع بولس، إنما وجهت إلى شابين قائدين جداد، ومش بتاخد شكل التعليم قوي زي في الرسائل التانية أو اللاهوت قوي في الرسائل التانية، إنما بنشوف إنه فيها جانب عملي أكتر. يعني بيتعلق بولس بإنه بيركز بولس على إنه يطبق اللي تعلمناه في صورة إدارة الكنيسة وتعليم الكنيسة وقيادة الكنيسة. بنشوف العلاقة الخاصة أو العلاقة الشخصية بين المعلم وتلميذينه، اللي فيها حتى مش بنلاحظ إنه في حد كبير وحد صغير، إنما أو يعني حد في سلطة أعلى من التاني، إنما في اتباع الشديد بيتعامل معهم بكل الحب والأخوة، وده القائد الناجح. يعني النهاردة نظريات القيادة بتتجه ناحية مسمى القائد الخادم اللي أوريدي الكتاب المقدس والإنجيل وحياة المسيح قالته من 2000 سنة. النظريات الحديثة للقيادة بتتوجه ناحية إزاي تكون قائد بتخدم الناس، ده اللي قاله المسيح من 2000 سنة، بس مين يسمع؟ بنشوف ده هنا إنه إزاي القائد الخادم اللي بيقرب قوي من تلاميذه وبيشجعهم ويوقفهم على رجليهم. طريقة الكتابة بتاعتهم غير تقليدية، مش زي الرسائل طبعا اللي فيها تعليم أو فيها تشجيع الكنائس أو فيها مثلا زي كورنثوس الأولى فيها معالجة الأخطاء ومعالجة المشاكل، إنما هنا هو بيركز على إنه يحط زي وصفات إزاي تتعاملوا فيما يخص كنيسة الله وتنظيم العمل فيها. خلينا نرجع وناخد كده جولة سريعة في تاريخ بولس وأحداث التاريخية بتاعته عشان نعرف إحنا واقفين في أي سنة ونفهم إمتى كتب الكلام ده. من عام 48 بدأت رحلات بولس التبشيرية، الرحلة الأولى والثانية والثالثة، واستمرت لغاية سنة 56. فتقريبا في خلال 8 سنين بولس قام بثلاث رحلات كبار قوي، قضى أوقات في أماكن مثلا زي كورنثوس وأفسس، قضى أشهر أو سنين، بعض بضع سنين خدم في حتة بسرعة، لكن قعد في أماكن تانية فترات طويلة.
ثلاث رحلات تبشيرية كبار خلال 8 سنين. ده معدل مش بسيط أبدا. في ناس بتروح تعمل ميشن تقعد 8 سنين على ما تبتدي تعمل حاجة، لكن الراجل ده كان 8 سنين تقريبا غزا العالم القديم. سنة 56 بيتم القبض على بولس لما رجع إلى أورشليم بعد رحلته الثالثة، وقبض عليه في أورشليم وكان في محاولة لاغتياله، لكن تم إنقاذه وبيحتجز في السجن وبيحصل مماطلة من الولاة على أمل إن هو يديلهم رشوة أو ياخدوا منه أي فلوس علشان يخرجوه. ده كان التصور بتاعهم، لكن الراجل ما كانش معاه أي حاجة ولا كان هو هيعمل كده. ولما لقاهم بيمطلوا تعرض على ثلاث ولاة، وفي النهاية يقرر بولس بصفته المواطن الروماني يرفع دعوة إلى قيصر. وطالما قال كده كان لازم يروح إلى روما، يتوجه إلى روما، وده اللي بنشوفه في سفر الأعمال لما السفينة اتكسرت. في سفر الأعمال بيذكر أن السفينة اتكسرت ببولس، لكن بولس بيذكر في رسالة كورنثوس الثانية أنه اتكسرت بالسفينة 3 مرات. يعني الحدث بتاع كسر السفينة ده أو خطر الغرق ما حصلش مرة واحدة، حصل 3 مرات في حياة بولس، إنما دون مرة واحدة في سفر الأعمال. في روما بيحتجز لمدة 2 سنين من 60 إلى 62 ميلادية في بيت أجره نفسه وتحددت فيه إقامته، وكان فيه عساكر رومان بيجوا يحرسوه، وكان مسموح له إنه ناس تيجي تزوره وناس تيجي تقعد معاه وتخدمه. بعد سنة 62 تم إطلاق سراحه، وبدأ بولس يتناوب تاني نشاطه التبشيري والرعوي. فمن سنة 62 إلى 67 قام بجولة تفقدية للكنائس اللي كان أسسها قبل كده. ترك تيموساوس في أفسس وترك تيتوس في كريت كأساقفة يرعوا الكنائس الموجودة هناك. طبعا كلمة أساقفة وكلمة قصوص وكلمة رعاة وكلمة شيوخ في المعنى الأصلي في سفر الأعمال وفي الفترة بتاعت الكنيسة الأولى تختلف كتير عن اللي احنا بنفكر فيه النهاردة. يعني كلمة أساقفة طبعا بيجينا في بالنا شكل الأساقفة أو الشكل الهرمي بتاع الكنيسة في الكهنوت والكلام ده، لكن هي مشكلة الفكرة بتاعت الأسقف والشيخ والراعي. لما نشوف بولس هو بيقابل شيوخ أفسس بيقول لهم كده: ارعوا رعاية الرب التي أقامكم الله فيها أساقفة، روح القدس فيها أساقفة أو رعاة. فدور الأسقف أو الراعي أو الشيخ هو رعاية الشعب، مش هرم وفي طبقات من القادة، إنما في النهاية الثلاثة بيعملوا نفس العمل. من سنة 63 إلى 66 تقريبا اتكتبت الرسائل بتاعتنا دي اللي هم الآخر رسالتين الأولى والثانية، أما التالتة اتكتبت تقريبا سنة 67 قبل استشهاد بولس بفترة قليلة جدا، لأنه بيوضح لنا أنه كان منتظر أنه قريب قوي هيكون بينطلق يعود إلى السماء. ما بيسميش الموضوع أنه أنا قريب هطير رقبتي، إنما بيقول أنه وقت الحلال قد حضر وأنا رايح أخد جايزتي ورايح أخد المكافأة بتاعة السبق بتاعي ومشوار السعي بتاعي. لما أخد نبذة عن تيموساوس اللي الشخص اللي مبعوته رسالة هنا، أبص لأن تيموساوس اتولد في مدينة اسمها لاسترا في آسيا الصغرى في تركيا حاليا. أبوه يوناني وأمه يهودية تدعى إفنيكي، وجدته اسمها لؤيس، ده اللي بنعرفه من تيموساوس الثانية. قابل بولس في رحلته التبشيرية الأولى أثناء زيارته لهذه المدينة، موجود القصة في سفر الأعمال الإصحاح 14 من الآية 6 وأيضا 16 آية 1. وبينضم الشاب الصغير ده إلى فريق العمل مع بولس، وبيصبح تقريبا أحد الملازمين دائما إلى جوار القائد الكبير بولس، رافقه في معظم رحلاته التبشيرية، وأصبح كأنه الابن الروحي لي. عشان كده بولس هيتكلم عنه ويقول له الابن الصريح في الإيمان، ويتكلم عنه بصيغة أنه هو فعلا أب وهو الابن. بيأتمن بولس على مهام كتيرة، منها أنه يبعته كمندوب عنه لبعض الكنائس، ورغم صغر سنه لأن بولس كان بيشجعه، ورغم أنه هو في شخصيته كمان كان شخص خجول جدا ويعني منسحب مش جريء زي بولس، لكن بولس كان يشجعه جدا ويوصي الكنائس عليه.
زي ما شفنا في عدة رسائل قبل كده. ربما كان بسبب انه سنه صغير، ربما انه كان خجول، ربما انه كان بيخاف شويه من الناس، ما نعرفش التفاصيل، لكن معروف انه كان شخص يعني خجول شويه ومش بقدام قوي زي بولس. كمان كان عنده سقم في معدته او اتعاب في معدته، عشان كده بولس نصحه انه يستخدم خمر قليل. والحقيقه الحته دي عشان نبقى فاهمينها، ده مش استباحه شرب خمر، انما هنا لانه الميه في الوقت ده كانت مياه ملوثه، كان بيسبب لهم اتعاب، وده بالذات لما عنده اسقام في معدته، فكان بيسمح لي او يعني بيوصل انه يستخدم الخمر اللي كان فعليا بيستخدم في الوقت ده كنوع من العلاج. كان يستخدم حاجه من الاثنين، يا اما كان بيضيف الخمر قليل منه على الماء علشان يحصل نوع من التطهير الميكروبات، او انه كان بيعمل دايلوشن للخمر ويشربه كنوع من الدواء اللي في المعدة. لكن من المرجح انه فعليا كان بيضاف على الميه كنوع من تطهير الميه من اي تلوث. دور تيموساوس في افسس كان تقريبا الممثل الشخصي لبولس، اللي كان بيقوم بمتابعه انشطه الكنائس وعمل الكنائس هناك، وبيرعى ويعالج القضايا اللي كانت بتواجه الكنائس الناشئه. وعارفين طبعا احنا الكنائس دي كان عمرها سنين معدوده، كانت لسه بتبتدي، فما كانش نوع من الرئاسه زي ما احنا بنتخيلها النهارده، او الاسقف اللي بيسود على إبرشية زي ما بنتخيل في بعض الافكار او الاماكن، انما كان هو بيقوم بدور اللي كان بيلعبه بولس، انه يشرف على الكنائس او يساعد الكنائس او يشدد هذه الكنائس ورعا. الموضوع الرئيسي للرسائل ديت، ولا سيما رساله تيموساوس الاولى اللي احنا هنتكلم عنها، هو تنظيم الكنيسه. ازاي نعرف ندير الكنيسه؟ ازاي نعرف ننظم الامور الداخليه من ناحيه التعليم، من ناحيه سلوك الافراد، من ناحيه حياتهم، من ناحيه نموهم في الحق، وايضا من ناحيه سلوكهم في المجتمع، مش بس داخل الكنيسه وبعدين انا بره بعمل حاجه اي حاجه، انما انا جوه سايبر. طبعا ما بيفوتش على بولس ابدا التركيز على الجانب التعليمي وجانب المعرفه اللي بيحدث فعليا تغيير ايجابي في شخصيه المؤمن. والتغيير الايجابي ده لابد انه يكون بيظهر في صوره تقوى حقيقيه. عشان كده بيركز بولس في الاجزاء كثيره هنا في الرسائل دي على فكره التقوى. انه الموضوع مش بس اني بسمع او بعرف او بقول، انما حياتي هل هي بتسلك بالتقوى ام لا. فالتعليم الصحيح، التعليم الكتابي المضبوط، لابد ان يثمر في حياتنا بتقوى عمليه على كل المستويات. الرساله بتتضمن موضوعات كثيره. طبعا بولس تعرفين لما بيكتب بيشحن كتاباته بموضوعات هامه جدا. نشوف الايمان والخلاص، طبعا ده موضوعين ما بيفرقوش ذهن بولس ابدا. نشوف تركيزه في الثلاث رسائل دول على جانب العملي، ازاي نعمل اعمال حسنه. لأنه بعض الناس بتتخيل أن بولس عكس يعقوب، بولس يتكلم عن الإيمان بدون أعمال ويعقوب يتكلم عن الخلاص بالأعمال. هي لا ده قال كده ولا ده قال كده، إنما كل واحد فيهم كان بيتكلم على عملية التبرير أو كيف يتبرر الإنسان مرة عند الله ومرة أمام الناس. فعند الله بيتبرر بالإيمان، ده اللي بولس ركز عليه، وتبريره أمام الناس أي ظهور حياة الإيمان في حياتك لابد أن تظهر في سلوك عملي، وده اللي الناس بتشوفه في حياتك. فلا بولس نقد يعقوب ولا يعقوب نقد بولس. والدليل على كده ان بولس اماكن كتيره هنشوفه بيركز على ان الناس تعمل اعمال حسنه، وهيذكر كل فئات سنيه وكل فئات الكنيسه، من الكبار الصغيرين، الاحرار والعبيد، الرجال والنساء، حتى الاطفال، ان كل واحد منهم يقدم او يكون بيسلك سلوك حسن. نشوف عنده في احد الموضوعات المهمه اللي بيقدمها هي التوبيخ، النظام في الكنيسه، التاديب الكنسي. طبعا دي حاجات كلها النهارده الناس بتخاف منها، بتخاف منها لانه بتخاف تخسر الزبائن، بتخاف تخسر المشتركين. انما الكنيسه لابد انها تسلك وتعيش بتنقيه وبقداسه،
والتوضيب داخلي او يعني تتنقى داخليا كل شويه. بيتكلم على النزاهه الشخصيه، ازاي تكون في حياتك حقيقي، ما انتش مزيف، ما كمان انه يكون عندك صوره من الانتجريتي او النزاهه والتكامل اللي بتعمله في حياتك، هو اللي انت بتقوله اللي بتقوله هو اللي بتعمله. هيتكلم طبعا عن الانجيل، عن الاخلاق، هيتكلم عن نهايه الازمنه الان تايمز او الاسكاتولوجي، هيتكلم على النظام الكنسي. كل ده بيشحنه بولس في كتاباته سواء في الرساله دي او في ثلاث رسائل بشكل عام. هدفه الاساسي هو تشجيع تيموساوس وبينقل له السلطه ويوجهه، لانه فعليا كان بدا يقوم كتير قوي معلمين كذبه، فدور القائد الجديد او المعلم الجديد انه يكون بيعرف ازاي يقاوم هؤلاء المعلمين الكذبه. ده طبيعه الجو اللي بيحيط الكنيسه من العصر الاول او من القرن الاول لغايه النهارده ولغايه لما يجي المسيح. الكنيسه بتتهاجم، واصعب هجوم ليها ما هواش السيف الخارجي انما الكذب الداخلي او التعليم الخاطئ. السيف الخارجي يقوي الكنيسه، الخميره الداخليه تفسد الكنيسه. كل الثلاث قرون الاولى اللي كان فيهم دم كتير هم السبب في بناء جذور الكنيسه. لغايه النهارده احنا واقفين على اللي حصل في الثلاث قرون، لكن اللي يؤدي الى انهيار هو الخميره الصغيره اللي جوه الكنيسه، وهي خميره التعليم الكاذب. عشان كده اللي بنعمله في الدراسه بتاعتنا واللي بنشجع عليه واللي بنقوله كتير هو خلي بالنا من الخمير، خلي بالنا من التعليم الكاذب. ده اخطر حاجه ممكن تهاجم الكنيسه. مش ناقص امكانيات، مش ناقص فلوس، ولا ناقص خدام، ولا مكان ضيق ولا مكان واسع. المشكله الكبيره هي المعلمين الكذبه. مش مهم اللي بيضطهدونا، مش مهم اللي بيحصل بره، مش مهم كبت الحريات، مش مهم التهديد بالقتل. المهم هو ازاي تقاوم التعليم الكاذب. ده اهم حاجه لينا كخدام وكشيوخ وكرعاه وكاعضاء في الكنيسه او خدام للرب او ابناء الرب. قاوم التعليم الكاذب. اقاومه ازاي؟ اعرف الحق كويس قوي عشان تعرف تميز الخدعه اللي يجيلك في صوره ملاك. لانه الشيطان نفسه قادر انه يغير شكله الى شبه ملاك نور. بيشجع تيموساوس انه يفضل في افسس طبعا، ويتعامل مع القضايا الساخنه والقضايا الهامه اللي بتواجه الكنائس هناك. طبعا ازاي يتصرف مع شؤون الكنيسه وازاي يتصرف مع المعلمين الكذب. في الثلاث رسائل اللي هنقابلهم اللي هم الرسائل الرعوية، عندنا مصطلح هنستخدمه مع بعض جديد اسمه المدلول اللاهوتي للرسالة. المدلول اللاهوتي بمعنى الرسالة دي بتميل ناحية ايه في اللاهوت، او بتقدم ايه في اللاهوت. اول حاجة اللاهوت بتاعها بيتعلق بعمل الكنيسة. الرسالة فكرها اللاهوتي متجه ناحية العمل داخل الكنيسة. فالكنيسة بتحتاج إلى تنظيم. وزي ما بنقول، يمكننا بنقول إن الكنيسة مش مؤسسة، إنما الكنيسة لها إدارة. يعني الكنيسة ما هياش النادي أو ما هياش الوزارة اللي فيها وزير ومدراء تحتيه أو إداريين تحتيه، كل واحد لهم شركة، وكأننا شركة. وإن كان عندنا إدارة داخلية، لكن ما احناش شركة. احنا جسد. لكن ده لا يلغي الإدارة ولا يلغي التنظيم. وأيضا وجود التنظيم ما يقدرش يقلب الجسد إلى أنها تكون مجرد مؤسسة. فإحنا بنحافظ على الاثنين. واحد، بنحافظ على إحنا جسد، ده شيء أساسي في فهم الكنيسة. لكن ده ما يلغيش أبدا إن إحنا نكون منظمين في عملنا. فقادة الكنيسة بيقدموا التوجيه، بيقدموا الإعداد، ازاي how to equip leaders جداد او الناس اللي بيستخدموا الموجودين، كمان ازاي بقى equip، ازاي بقى اهل الحاضرين في الكنيسه.
انه يكونوا فعلا مجتمع صحي، مجتمع سليم. المجتمع يقدر يقدم صوره المسيح ويعكسها، سواء في اعماله بره، في شغله بره، او في حياته الداخليه جوه بيته. فالكنيسه لها دور محوري جدا. لو اتكلمت على مستوى الفرد، على مستوى العيله، على مستوى المجتمع. ليه؟ لانه لو انت ككنيسه بتعيش صح، وافراد الكنيسه بتاعتك بيتعلموا صح وبينعكس ده في حياتهم وسلوكهم، هتلاقي بكل بساطه كل واحد بقى حاجه حلوه قوي، كل اسره بقت حاجه حلوه قوي. كمان الناس دي لما تتحرك في مجتمعها بره بتعمل حاجه في منتهى الروعه. فده التوجه بتاع الكنيسه. بيقدم في الرساله دي الكنيسه بكونها قاعده الحق، فهي دعامه رئيسية، هي اللي بتحفظ الحق الإلهي. ولما بنقصد بكنيسة ما بنقصدش طائفة ولا مبنى، لكن بنقصد الرجال والنساء الأمناء الذين ولدوا من الله، واللي بيحفظوا كلمة الله، واللي يقدروا يثبتوا هذه الكلمة أو يحفظوها إلى النهاية. فالكنيسة بتحفظ الحق الإلهي. الكنيسة مش مهمتها الترفيه. الكنيسة مش مهمتها إنها تعمل لنا رحلات. الكنيسة مش مهمتها ولا دورها إن هي تعمل انترتينمنت. لكن الكنيسة دورها انها تحافظ على الحق الالهي، وتحافظ على الناس اللي فيها ثابتين في الحق. ده الدور الاساسي. ما يلغيش ان احنا ممكن مع بعض نكون بننبسط، ما يلغيش احنا مع بعض يكون في عندنا social life، لكن مش هو ده الهدف ولا هو ده المهم. الهدف والاهم هو الحفاظ على الحق الالهي فيك، وفي الخدام اللي حواليك، وفي المجتمع اللي حواليك. لما الكنيسة تكون واعية لدورها، لما الكنيسة بتتقلب وتبقى سوشيال كلاب، كل حاجة بتروح، كل حاجة بتروح، مساحة يمشي. عشان كده في سفر رؤيا قالوا ايه؟ لو ما حافظش على عندك وزحزح منارتك. لما تزحزح المنارة، الحتة اللي انت واقف فيها تضل، لان النور مشي. فتبقى في مناره وكان في كنيسه لكن ما فيهاش نور، ودي الخطوره. عشان كده الكنيسه عليها دايما انها تسعى انها تعلم الحق الكتابي، ولا سيما للاجيال الصغيره اللي جايه. يعني الاولاد اللي في فصول مدارس احد، مسؤوليتنا ان احنا وهم ما يعرفوش ينطقوا لسه بابا وماما، اعلمهم كتاب. لو نجحت أعمل ده مع الأطفال الصغيرين، اضمن أن أنت عندك كنيسة جاية فيها نهضة، كنيسة قوية. ليه؟ لأنك زرعت زرعة نظيفة جيدة وثابتة في الأطفال. إنما نوع نفرجهم على ميكي ماوس، نفرجهم على توم وجيري ونلعب معاهم، هو ده اللي زرعته. هتاخد إيه في النهاية؟ هتاخد توم وجيري، هتاخد ميكي ماوس. فيبقى عندك خادم طويل عريض لكن مخه ميكي ماوس. واعتقد عندنا كتير قوي من الناس دي، عندنا كتير قوي مرضى ومعوقين جوه الكنائس وليدرز. ليه؟ عشان هم صغيرين زرعوا لهم ميكي ماوس وتوم وجيري في دماغهم، ما زرعوش الكتاب. ازرع الكتاب هتاخد الكتاب، هتزرع اي حاجه تانية هتاخدها في النهايه. ده زرع وحصد. الاطفال الصغيرين والشباب الصغير ده بيفهم كويس قوي قوي قوي، احسن مننا. بعض الناس يقول لك لا ده تقيل قوي عليهم. ده النوع اللي بنعمله، ان احنا بنعوق نمو الناس بتوعنا، بنعوق نمو الشعب. لما بنديله فتات، لما بنعوده يشرب يبقى طويل عريض، لكن لسه بياخد البزازه، بياخد البيبرونه. ليه؟ لانك لا ده تقيل، ده تقيل، ده تقيل، ده تقيل. ففضل يجبر على شويه اللبن اللي بياخده. عايزين نعلم الاجيال الجايه الصغيرين قبل الكبار، علمهم الكتاب، علمهم الحق. مش صعب ابدا، مش صعب ابدا. اللي كانوا ماشيين ورا يسوع، الولد اللي كان معاه الخمس خبزات وسمكتين، ده ما كانش رايح مدارس الاحد، ما كانش رايح يتفرج، ما كانش عنده الميس واخداه يعمل رقصه مش عارف مين، ولا يلعب اي، ولا يلون ايه، ولا يلعب كوره. ده كان رايح يسمع كلام المسيح، واخد اكله عشان عارف انه الموضوع مطول.
النهارده الكبار قبل الصغيرين، لو القسيس قاعد طول عن نص ساعه هتلاقيه بيبص في الساعه وبيفرق. ليه؟ انه مش طايق. لكن الطفل الصغير ده، الشاب ده كان عيل، يعني عيل صغير 10 12 سنه، صبي صغير، واخد اكله من الصبح عشان عامل حسابه رايح ورا يسوع، ويسوع بيطول مش ساعه ولا ساعه ونص، ده يسوع اخد اليوم كله لغايه لما الناس جاعت. طب هنعمل فيهم المساء جه، يعني واحد من الصبح لغايه المساء قاعد بيسمع يسوع، ما زهقش، لانه كلام المسيح ما بيزهقش. لكن كلامنا لوحده هيزهق، لكن لو كلامنا كلام المسيح مش هيزهق. بنيان الرساله بتاعتنا اللي بنتكلم عنها، بيبتدي بولس انه يوجه القائد الجديد، بيحذره اول حاجه المعلمين الكذب. خلي بالكم كم تكرار هذه الفكره في كل رسائل العهد الجديد تقريبا، لانه ده بيقول لي هو ده الخطر. بعدها على طول بينتقل من المعلمين الكذبه الى الفكره الاساسيه بتاعته دايما بيقولها عقيده الخلاص. ويمكن تستغرب ليه بتنقل من المعلمين الكذبه الى عقيده الخلاص على طول، لانه في ذهن بولس اي تعليم ما بيتفقش مع هذه العقيده الاساسيه بولس بيعتبره هو تعليم فاسد. لو في تعليم بينفي النعمة المقدمة في المسيح والخلاص المقدم بواسطة المسيح فقط، في نظر رسول بولس هذا تعليم فاسد يجب مقاومته. بولس ما عندوش كومبرومايز، وده اللي المفروض نكون كلنا عليه. مفيش كومبرومايز في الحاجات دي، مفيش كومبرومايز هنا، في رسالة واحدة وواضحة، هي دي المقياس بتاع كل شيء. المسيح وحده، الصليب وحده، النعمة وحده. أي تعليم تاني كده عمر كان فيه المتهودين اللي كان بيقولوا إيه؟ كان بيقولوا يجب اتباع الناموس أيضا عشان تخلص، كان فيه الغنوصين بيقولوا يجب المعرفة عشان تخلص المعرفة. بولس بيقول أي كلام غير ده، ده إنجيل آخر وليكن ملعونة. في المقابل روح مقدم له لمحة من سيرته الذاتية، أنا كناموسي وأنا كرجل فريسي وكرجل كنت، بس يقول عن نفسه أنا كنت مفتري ومضطهد كنيسة الله، لكن الله ظهر لكي يرحم ويخلص الخطاة الذين أولهم أنا. فبيشرح كده وبيحط نموذج عملي عن نفسه، إزاي الله رحم، إزاي الله خلص، وإزاي الله بيرحم وبينقذ الخطاة الذين أوله أنا. بولس مش قادر ينسى الحقيقة دي، مش قادر ينسى اللي كان فيه، لكن مش بيذكره مرارا، أنا بيذكره بفضل النعمة، بيذكره بعظمة نعمة كده. بينتقل بعدها بولس عشان يشجع ويكلف تيموثاوس بمهمته الجديدة إنه يدافع عن الحق، وكأنه في معركة، فين في معركة؟ لازم تكون جاهز ومردي في كل وقت، لأنه الحرب شرسة وعنيدة. يلفت نظره أنه في شخصيتين موجودين في الكنيسة لازم تتعامل معهم، تتعامل معهم حزم، ويتم طردهم من الكنيسة، هيمينايوس والإسكندر. ده أحد النماذج العملية لكيف تواجه الكنيسة المعلم الكاذب. أرجو خلي بالنا الفرق بين المعلم الكاذب وبين واحد جوه الكنيسة عنده فكرة غلط. ممكن يكون جوه الكنيسة ومش فاهم كويس قوي، يعني مش فاهم كل حق كتابي، لكن بتيجي تفهمه لي، هو ده دورك أو دورك كحد متقدم، فبتصلح لي وتفهمني وتعلمني. إنما الخطورة لما أكون أنا أحد قادة الكنيسة وابتدي أقول كلام غلط، ولما تيجي تواجهني وتيجي تفهمني وتيجي تقول اللي بتقوله ده غلط، أنا بقولك لا، اللي بقوله صح، أنت الغلط، واستمر في عنادي، واستمر في محاربتي، واستمر في العداء اللي أنا بعمله ده، مدعيا أني خادم، مدعيا أني بعرف الحق، مدعيا أني أنا اللي عندي المعرفة. دي سمة من سمات المعلم الكاذب، هو عدم قبول التعليم الصحيح، مقاومة التعليم الصحيح، العناد والكبرياء. في الحالة دي بعد ما تم نصح هذا الشخص عدة مرات، ولما بشوف أنه مستمر في أنه بيجذب نفوس كتيرة في جوه الكنيسة حواليه، لابد
لابد من اتخاذ هذا الموقف اللي الكتاب نص عليه وهو طرد هذا الشخص من وسط المجتمع الكنسي والمجتمع المسيحي، لأنه فعلا أحد العوامل الفاسدة وده اللي بيفسد كرب الرب. هتقولي المحبة، ولكن المحبة توقف جنبا إلى جنبا مع الحق الإلهي. هنا أنا عملت المحبة، مشيت بالمحبة 100 مشوار إني فهمته وعلمته وقلت له ونصحته ووجهناه 100 مرة إنما هو مصمم على ما يفعله، وكأنه فاهم كويس قوي إن هو ده اللي هو قصده. ده الفرق بين واحد عنده فكرة خاطئة وواحد بيعلم ومصمم على الاستمرار في تعليمه. فبولس بيوصي إنه يطرد هيمنايس واسكندر من الكنيسة. الإصحاح التاني بنشوف إنه بيقدم له نصائح بشأن أمور كتيرة جوه الكنيسة زي الصلاة والعبادة، دور المرأة في الكنيسة وفي الأسرة، ويشرح ليه لا تتولى المرأة منصب وظيفي في الكنيسة مع كونها أحد أعضاء جوه الكنيسة، واللي كمان لها دور مؤثر في الخدمة. ممكن تكون لها الخدمة جوه الكنيسة وده شيء أساسي وضروري، إنما مش مطلوب من المرأة أو حسب الكتاب، لا يوجد في الكتاب نص بيقول إن المرأة تترأس على الرجل وتتسيد على الرجل، ولا إنها تكون بتلعب الدور بتاع إن هي لها وظيفة جوه الكنيسة، لا راعي ولا شيخ. طبعا ده رأي مش يعتبر رأي ناس متطرفة أو ناس من الحافظين القدامى، إنما رأي الحديث هو المساواة، وهنشرح الفكرة دي بعد شوية ونشوف ليه ما ينفعش كده. الإصحاح الثالث بيقدم له مواصفات الأسقف والشماس في الكنيسة، وهنشوف إن الأسقف اللي هيتكلم عنه في أحد الرسائل أخرى تيتوس هيتكلم عنه بنفس الكلام ده، بس هيقول عنه الشيخ. فشيخ أو أسقف أو الراعي في النهاية هما تقريبا 3 أسماء متبادلة لشخصية واحدة، أو على الأقل لدور واحد هو دور الراعي. طبعا لما بنبعد في كنايسنا عن النقط دي وبنحكم الفلسفة بتاعتنا والجو الاجتماعي بتاعنا وبنحكم آراء الشخصية بتاعتنا، بيكون عاقبة ده وحشة. لما بيكون اختيارنا لشيخ أو راعي جوه الكنيسة مبني على اختيارات أخرى أو على كريتيريا أخرى غير اللي قالها الكتاب، الكنيسة بتجني هذا الثمر أو بتجني عاقبة اختيارها الخطأ، وده بيأثر بشكل سلبي جدا 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 على نمو الكنيسة وعلى الناس اللي جوه الكنيسة. الإصحاح الرابع بنشوف ازاي بولس بيبتدي يشرح ويوري تيموساوس سمة النهاية، سمة الأيام الأخيرة. الضرار اللي هينتشر بشكل كبير واللي بيتكلم عنه في كذا حتة تانية، بيتكلم عنه في السلميكي التانية، الارتداد أو الضلال كتير، وده اللي هينجذب بيه عدد كبير جدا من الناس. ليه؟ لأن الضلال لما بيطلع ما بيقولش أنا وحش، الضلال عمره ما بيجي يقولك أنا ضلال، لكن بيجي في صور شكلها حلو جدا لكن في جزئية في الموضوع مضلة، ولأنه الشرك شكله حلو فاللي مش ثابت في الحق الكتابي بينجذب ليه ويجري ورا. وبيقول كده في ناس كتيرة قوي هتجري ورا الموضوع ده. ليه؟ لأنه مش فاهمة الحق الكتابي. طب الغلطة جاية منين؟ جاية ان احنا ما علمناش الحق الكتابي. من أمثلة الضلال ده مثلا اتباع الطرق الصوفية أو التصوفية وقهر الجسد وعبادة الملائكة مثلا، أو أنه الناس تفكر في أنه لما أهين جسدي أكتر، لما أعزب جسدي أكتر الروح تسمو. اتباع فكرة الغنوصية أو أنه الخلاص بيجي عن طريق الإدراك الكبير والمعرفة الواسعة، كل ما عرفت أكتر كل ما تحررت من قيود الجهل وبقيت في حالة أسمى. النهاردة العالم بيدور على حاجات بيسميها spiritual،
فبيلجأ بتعجبه قوي العبادات الشرقيه زي البوذيه والهندوسيه، وبيشوف انه الجو فيه نوع من السبيريتواليزم يعني او سبيريتواليتي، حاجه حلوه قوي، وارواح واحساسات. ليه؟ لانه الكتاب بيقول كده: لم يحبوا الحق، عشان كده الله يرسل لهم عمل الضلال عشان يصدقوا الضلال، لانهم ما يبنوش الحق. فالعالم متجه ناحية ده. في الآخر بيوجه له النصيحة إنه إزاي هيواجه هذه الأفكار، وإزاي يتعامل مع كل فئة في الكنيسة، الشيوخ، الشيخات، الشيوخ بمعنى المتقدمين في السن مش الشيوخ الرعاة، الشيخات، الأحدثات، الأرامل، الشباب، العبيد والأحرار، كل واحد من دول بيحط له إزاي يتعامل معه. ده هنشوفه في معظم رسائل بولس في الأولى والثانية، في الأولى بتاعة تيموثاوس وفي تيتوس، غالبا ده الجو العام بتاع الرسالة. بليز لو في أي سؤال من فضلكم وقفوني واسألوا يعني براحتكم، مفيش مشكلة. ننتقل إلى العقائد الرئيسية اللي بيقدمها بولس في رسالته لتيموثاوس، الرسالة الأولى. طبعا كأساس عنده عقيدة الخلاص، دي أحد النقاط الرئيسية في فكر بولس اللي ما بيستغناش عنها أو ما بتروحش عن باله. إنه طبعًا إحنا عارفين الراجل ده كان شايف نفسه إنه المبشر، إنه الشخص اللي بيضع الأساس، ومفيش أساس بيوضع غير هذا الأساس، الخلاص الذي بيسوع المسيح. فعقيدة بولس، عقيدة الخلاص عند بولس بيقدمها هنا بطرق كتير. أو بصور مختلفة. الصورة الأولى بيوريها من خلال سيرته الذاتية، إزاي الله بنعمته تدخل لكي يغير هذا المتطرف اليهودي والمضطهد الكنيسة بافتراء، يحوله إلى الخادم الأول في المسيحية. يقول كده في صح الأول آية 15 أن المسيح يسوع جاء ليخلص الخطاة، ليخلص العالم، جاء العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. يحط نفسه هو أول خطأ. ده بيقوله هو خلاص فاضله كم سنة ويفارق الحياة، يعني في أعظم مجده، لو حبيت أقول كده أعظم مكان لي كخادم، ما زال بيرى نفسه بيفتكر إن هو أول خطأ، رغم أنه أعظم الرسل إلى أنه أول خطأ. فأنا اللي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، الله في نعمته افتقدني وحطني وجابني رغم أني أنا كنت أول واحد على قائمة الخطاة. بيقدم كمان فكرة الخلاص من خلال أنه بيكشف لنا عن مشيئة الله الأب ودور المسيح كوسيط. فيقول كده: الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون لمعرفة الحق. يبقى مشيئة الله وإرادته مش هلاك الناس، إنما مشيئة الله وإرادته هي خلاص النفوس. عشان كده الله مش هدفه يهلك، لما هدفه يخلص. الله ما أعدش النار عشان الناس، لما نروح نشوف النص هلينه أعد النار لإبليس وملائكته، يبقى النار مش معدة الإنسان. لكن لما أنا برفض النعمة وبرفض الخلاص، فأنا بختار لنفسي هذا المصير، أنا بقرر هذا المصير. بيقول لي أدي الحياة وأدي الموت، اختار الحياة، رحت أنا بختار الموت. طب هو هيبقى إيه ذنبه في الموت؟ فالخلاص مهم جدا، وخلاص اساسي جدا، لانه لو ما خدتش الخلاص انت بتختار لنفسك المصير السيء، وهو مصير الشيطان مش مصير الانسان. اما الخلاص فهو مبني فقط على عمل المسيح الكفاري، مفيش اي اضافه ومفيش اي نقص، عمل المسيح الكفاري واحد. عشان كده فكره الذي انه يخلص جميع الناس قرنها بدور المسيح على الصليب، الوساطة بتاعت المسيح. فعلى طول يجي يقول لي بعد ما قال في آية 2 صحيح 2 آية 4 الذي يريد أن جميع الناس يخلصون معرفة الحق يقولون، حط آية 5 وقال لي كده في صحيح 2 آية 5 و 6 لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. النص ده محتاج دايما ممكن محتاج يترسم علشان نفهم، لأنه في كتير للأسف طبعا، وأولهم الأشرار شهود يهوى
بيقولوا بص اهو، بيقول عن يسوع المسيح انه انسان، فانتوا ليه بتألهوه؟ بقول تعالى نرسم الآية عشان نفهمها كويس. آدي الله، خلينا نبدأ من هنا، بين الله والناس. آدي الله أهو في جنب والناس في جنب تاني. فبيقول لهم إيه؟ يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس. هذا الإله الواحد والوسيط الواحد هو الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. يبقى عايز يقول إن الله والناس كل واحد فيهم كان في طرف يبحثون، أو الناس تبحث عن وسيط. ده اللي قاله أيوب زمان: ليتني أجد مصالح يستطيع أن يضع يديه على كلامي، ليت لا ألاقي وسيط يعرف يصالحني عليه. فبولس بيقول وجدنا الوسيط، الله في كفة والناس في كفة، الله في حتة والناس في حتة، ومحدش يقدر يقرب التاني. لذلك احتاج الناس إلى وسيط، لكن سمات هذا الوسيط هي أنه إله واحد ووسيط واحد هو الإنسان يسوع المسيح، أي المسيح في تجسده. ليه هيذكر التجسد؟ لأنه بيذكر وراه على طول الفدية التي دفعت على الصليب، الذي بذل نفسه لفدية لأجل الجميع. يبقى لما ارسم الايه هنا قدامي افهمها كويس قوي، ما اخليش حد يضحك عليا، لان هو بيقول لك يوجد اله واحد اللي هو الله والناس، ويوجد وسيط واحد اللي هو الانسان يسوع المسيح. ده شهود يهوه بيلعبوا اللعبه دي، فيلخفن اللي قدامه على انه هذا الوسيط الواحد هو الانسان يسوع المسيح. ماشي، انا موافق ان هو وسيط، بس هو انسان ما هوش الله. ده اللي بيقوله. طيب لو هو انسان ما هوش الله، يبقى ايه لازمته يلعب الوسيط؟ يعمل ايه ما بين الله والناس؟ ايه دوره يسوع ده لو هو مجرد يسوع ابن نجار الناصرة؟ عاش حلو، كان كويس، كان ذوق، كان اخلاق، كان فيه كتير قوي زيه. خطورة واهمية المسيح لا تكمن في انه جه على الارض. اهمية المسيح انه هو الله الذي جاء في الجسد. لو شلت ألوهية المسيح يبقى نسوت المسيح مش هيلزمنا. لو تخيلت أنه يسوع ابن مريم وابن يوسف، أنه شخص جميل وبار وصنع معجزات، كل يقول فيه كل الصفات الحلوة، إنما ليس هو الإله الواحد، طب إيه لازمته بالنسبة لي؟ أصبح في النهاية هو مجرد إنسان. عشان كده دي الخطورة بتاعت فكرة شهود يهوه. الإسلام بيعظم عيسى ابن مريم وبيقول عليه حاجات يمكن أكتر مننا، إنما ما هواش الله ولا اتصاله. طيب يبقى إيه لازمته بالنسبة لي؟ طب ما أنا عندي ناس كتيرة في التاريخ حلوين قوي، عندي موسى وعندي إيليا وإليشع وشعيا وداود، ناس كتيرة قوي زي الفل. إنما الكتاب ذكر الناس كلها وقال لي إنها ما تنفعش. لما كنت محتاج إلى الإله الواحد والوسيط الواحد وهو يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد، الذي يستطيع أن يبذل نفسه فدية لأجلنا عشان يلعب دور الوسيط بين الله والناس ويضع يديه على كلينا. فأدي الخطورة بتاعت الآية دي. طبعا شايفين بولس ما بيقدرش يخرج بره الفكر اللاهوت العميق بتاعه والدراسة بتاعته، فحتى لما بيتكلم عملي يروح حاطط في النص الحتة الخطيرة والجميلة بتاعت اللاهوت بتاعه. بعد ما اتكلمنا عن وسط المسيح الأول، اتكلم عن الخلاص، اتكلم عن وسط المسيح، بيتكلم بعد كده على سقوط الإنسان، ومن هنا يتكلم على دور الرجل ودور المرأة. فبيقول آدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. يعني آدم ما اتضحكش عليه لكن المرأة اتضحك عليه. الشيطان لما جه المرأة ما جاش لآدم، آدم كان الرأس ونجح إنه يضحك على المرأة، لكن آدم ما اتضحكش عليه، آدم قرر بإرادته. عشان كده بقول له لكن آدم لم يغوى لكن المرأة أغويت. نفس الكلام بيقوله في كورنثوس الثانية صح 11 وآية 3:
ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم على البساطة التي في المسيح. يبقى حصل الخداع مع المرأة لأن آدم كان الرأس، إنما آدم لما سقط سقط بإرادته، هو قرر أنه يعمل كده. فترتيب السلطان هنا بقى خلينا نرجع لفكر الله في الكتاب. الله مش بيقول أنه الرجال قوامون على النساء، لا حاشا. الله ما بيشوفش واحد أعلى من التاني، حاشا. الله ما عندوش تمييز بين الرجل والمرأة، حاشا. إنما الله عنده ترتيب في السلطان، ترتيب الأثوريتي. الأثوريتي كانت كده: الله، آدم، وجنبيه حواء. آدم هو الوكيل عند الله، هو النائب المدير لو جاز أو التعبير، أو الله رئيس مجلس الإدارة وده المدير، فهو المسؤول المفوض من قبل الله على أنه يترأس على الخليقة دي، وحواء معه. فلو حبيت أقول الترتيب كده: الله، آدم، حواء. وليه حط حواء في كنف آدم؟ مش لأنها أقل لا سمح الله، مش لأنها ناقصة عقل ودين لا سمح الله، حاش حاش، بل لأنها كائن أضعف، كائن أرق. عشان كده كائنات أضعف تحتاج دايما لحد يكون بيرعاها، حد يكون بيصونها. ده اللي الكتاب بيعلمه. فالترتيب هنا أو الفكرة هنا مش إنه واحد يسود بمعنى إنه بيقمع اللي تحتيه، إنما في المحبة في الرعاية هو بيهتم بها. إنما الترتيب كالآتي: الله، الرجل، والمرأة. اللي بيقوله نفس الكلام بيقوله بطرس في سنة الأولى صح 3 وآية 7: أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة، حسب الحكمة، مع الإناء النسائي كالأضعف، معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة. فوانت بتسكن معها اسكن معها بفطنة، لأنها الأضعف اللي محتاج دايما منك الرعاية، محتاج دايما منك كلمات الإكرام، كلمات التشجيع، كلمات اللي تعطيها كرامة، تمدح، خلي بالك عليه. اللي حصل أو بيحصل في الوقت الحالي، وعايز أقول لكم بصوا على المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لما المجتمع أو الناس قلبت الأدوار وخلت الدور يبقى عكسي، خلت المرأة تبقى هي السيد أو هي القائد، والرجل هو التابع، في حاجة، في خلل حصل في المنظومة كلها. بصوا في البيوت، بصوا في المجتمع اللي حوالينا، اللي بيحاول بكل الطرق يلغي فكرة الرجل شكلا وموضوعا. وتلاقي النهاردة نادرا ما بتلاقي حتى في الفورمة الخارجية بتشوف راجل. اللي بيعمله ايه الشيطان هنا؟ اللي بيعمله هو انه بيشيل اللي كان مفروض الله عمله، كان بيحاول يلغي النظام اللي الله عمله. حتى في مستوى الأسرة لما بيغيب الرجل بمعنى، بقصد مش بالمعنى الذكري أو المعنى القمع، لما بقصد الرجل بالمفهوم الكتابي الصحيح، اللي زي المسيح اللي بيحب زوجته وبيحب بيته زي ما المسيح أحب الكنيسة وبذل نفسه لأجلها، مش اللي بيطلب بس طاعة المرأة بدون أنه هو يكون بيحبها نفس طريقة الحب المسيح حبه بالكنيسة. اللي بيحصل أنه المجتمعات بتتقلب، العائلات بتبوظ، التفكك بيحصل، والأمر عمال يزداد في السوق وبينتج عنه مصائب كتيرة جدا. اللي المجتمع بينادي بيه هو الحرية والاستقلال للأضعف. ما بننكرش أنه على مدار التاريخ حصل، وعلى مدار الحضارات حصل كتير من القمع وكتير من الإساءة للنساء، ما بننكرش ده أبدا. بس ده مش معناه
انه ننتقم من الرجال ونعدم رجولتهم ونعدم العنصر الرجولة في الموضوع، ويبقى النساء أو نعطي للنساء دور مش بتاعها. طبعا أنا مش بقول إن المرأة ما تشتغلش، ولا بقول إن المرأة ما تكونش ناجحة في شغلها، ولا إنها تكون بميت راجل. تعرف كتير قوي في عائلات بتفقد الرجل، والأم بتلعب دور الرجل والمرأة، ده مش بقصد كده خالص. أنا بقصد الترتيب السلطة جوه الكنيسة وجوه البيت. لما الكنيسة تقلب السلطة بتلاقي بكل بساطة، طبعا في الأول الموضوع ما بيحصل فيه شيء حلو، يعني في الناس بتسقف والدنيا ماشية بشكل حلو، لكن بعد شوية الكنيسة اللي كسرت الوصية وكسرت النص الكتابي وكسرت الأمر الكتابي وكسرت ترتيب السلطان الإلهي بتجني الثمر. فالكتاب ما قللش أبدا من دور المرأة، بالعكس لما جاء في غلاطية، وده النص اللي بيستخدموه عشان يقولوا إن ينفع نرسم أسسات في غلاطية 3:28 وكده، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. هو بيستخدموا النص ده، بس لما ترجع للنص ده هو بيتكلم على الخلاص، وبيستخدمه علشان يفهمك إنه أي حد فينا في نظر الله واحد. لما جه خلصني ما خلصش الغني وساب الفقير، ما خلصش الرجل وساب المرأة، لا كلنا خلصنا بالنعم. لكن النص ده مش بيتكلم على ترتيب السلطان ولا بيتكلم على دور المرأة جوه الكنيسة. ده خطورة قطع النص من سياقه، وده النص اللي فعلا بيستخدموه عشان يقولوا انه من حق المرأة تترسم قسيسة. واعتقد ده النص اللي هيستخدموه عشان يقولوا من حق الهوموسيكشوالز يترسموا قسيسات وقسيسين. معرفش اتقال ليه. ليه؟ هيقول لك مفيش حق، كلنا واحد في المسيح. النص ده حبيبي ما بيستخدمش علشان رسم الأساسات، بس ده بيستخدم علشان الخلاص المقدم لكل شخص يؤمن بيسوع المسيح. فإمتك وإمتك وإمتي وإمتك هي دم المسيح. عشان كده الله ما فرقش ما بيننا في الخلاص. إنما لما حط ترتيب السلطان جوه الكنيسة حطه بالطريقة دي. طيب هل معنى كده إن المرأة ما تتكلمش ما تدفعش وقها ما تعملش؟ لا بالعكس، بالعكس الكتاب ما قالش كده. كان في نساء بيخدمنا يسوع بأموالهم، كان في نساء خدموا مع أزواجهم وعلموا. فاكرين لما أكيلا وبريسكيلا شرحوا لأبولوس أكثر تدقيق، ساعدوا بولس. كان في نساء لما تقرأ في روميا 16، فاكرين لما قرأنا في روميا 16 شفنا أنه في قائمة من أسماء نساء، منهم واحدة اللي بيقول عليها بولس اللي هي زي أمي، أم سلموا على أم روفس التي هي أمي. شفنا ليدية بقاعة الأركوان، شفنا فيبي خادمة الكنيسة في كنخارية، شفنا أنه فيليبي كان فيه خادمتين، لكن ما قالش كان فيه أسستين، ما قالش كان فيه شيختين. فيه خادمات نعم، وفي دور المرأة جوه الكنيسة نعم نعم نعم. المرأة بتعمل حاجات أحسن من الراجل، المرأة تعرف تصلي أكتر مننا، مرة تعرف تهتم بالأطفال أكتر مننا، مرة تعرف تهتم بالكبار أحسن مننا، المرأة تعرف ترعى الزوجات يمكن أكتر مننا كرجال. لكن ده مش معناه أبدا إنه نرسم المرأة أساسا. طبعا ده رأيي، ممكن تكون بتحب رأي تاني أهلا وسهلا، بس أنا بقولك ده رأي الكتاب. وبعتقد من خبراتنا مع بعض الأحداث اللي حصل مؤخرا، وشوفنا الكنائس اللي كسرت الوصية دي إيه اللي بيحصل فيه. العقيدة الرابعة اللي بينتقل ليها بولس بعد ما شفنا سقوط الإنسان، بينتقل لدور الناموس واستخدامه، وبيقول جملة من الجمل الصعبة اللي يمكن كتير ما حدش بيعرف يفهمها. بيقول لا نعلم أن الناموس صالح إن كان أحد يستعمله ناموسيا. يعني ايه يستعملها ناموسيا؟ وهل في استخدام ناموسي وفي استخدام غير ناموسي؟ ايه المعنى هنا؟ تعالوا اقرا النص عشان نشوف بيقول ايه. في الاصحاح الاول ايه 8 ل 11، ودي طبعا بيقاوم بدعه التهود،
ولكننا نعلم أن الناموس صالح، ناموس في حد ذاته صالح لأنه من الله. إن كان أحد يستخدمه ناموسيا، علما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأسماء، يبقى أدي الطريقة اللي بيستخدموا فيها ناموسيا، ونشرح تاني. الناموس وضع للأسماء والمتمردين والفجار والخطاة والدنسين والمستبحين. شايفين كل ده الناموس اتحط لقاتل الآباء، قاتل الأمهات. خلي بالنا من اللي بيقوله هنا، تقريبا هو بي 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 بيقول حاجات عكس الوصايا العشر. قاتل الآباء وقاتل الناس أمهات، قاتل الناس لا تقتل، بدل اكرم أباك وأمك هو بيقتل أبوه وأمه. لا تقتل، قاتل الناس، للزنا لا تزني، للزنا، لمضاجعي الذكور، لسارق الناس لا تسرق، للكذابين، للحانثين لا تحلف باطلا. وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي أؤتمن التعليم. يعني حط لهم لستة من الخطايا البشعة ويقول لهم الناموس اتحط عشان دول. طيب ايه الفكرة بقى اللي بيقولها هنا بولس؟ فكرة ان الناموس يستخدم ناموسيا بمعنى ايه؟ لو انت عايز تستخدم الناموس، استخدمه في الكونتكست القديم قبل الصليب. ده الكونتكست الناموسي، انه الناس مش ابرار، الناس اشرار. بعد الصليب الناس تبررت، المؤمن الحقيقي تبرر، فأنا مش محتاج للناموس. لكن قبل الصليب أنا إنسان قاتل وسارق وزاني ومضطهد وي وي وي، كل الكلام البشع اللي كان بيقوله. عشان كده كنت محتاج الناموس، بس مش محتاج الناموس عشان أخلص بيه. الناموس ما بيديش خلاص، الناموس جاي يدين أفعالي السيئة. فهذا هو استخدام الناموس بالشكل ناموسي أو بصورة ناموسية. يبقى الاستخدام الصحيح للناموس هو أن تستخدمه ناموسيا، بمعنى أن تطبقه أو تستخدمه على الخاطي اللي ما يعرفش المسيح، مش عشان يخلص، إنما عشان تقول له عندك مشكلة أنك أنت كاسر وصايا الله. طيب ولما يجي الشخص ده للمسيح ويتبرر بالنعمة ويغتسل بدم المسيح، ينفع تطبق عليه الناموس تاني؟ يقول لي لا ما ينفعش، لانه طلع بره الكونتكست الناموسي. طب اعمل له ايه هنا؟ ده اللي جه وخد النعمه ده بيعيش في النعمه بمقتضيات النعمه بسلوك جديد تاني خالص، حسب الانسان الجديد اللي اتخلق فيه، حسب وصيه الله الجميله. انما مش مطالب انه يرجع لاركان الناموس، يلمس ويلمس ويدوق ما يدوقش يحفظ السبت ويحفظ الوصية ويعمل 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 الحاجات تحت الناموس كلها. يبقى دور الناموس هو أن يكشف لي عن خطأي، دور الناموس أن يدني ويقول لي أنت محتاج لي خلاص. طيب جه خلاص وتقدم لي، يبقى أنا مش محتاج النهاردة أطبق الناموس، أنا محتاج أن أعيش على قوانين النعمة اللي اوريدي المسيح الدهاني. اما بالنسبه للناموس فانا مت عن الناموس مع المسيح، مت عن الخطيه مع المسيح، عشان كده انا بحيا في جده الحياه. فبكل ذكاء بولس بيقدم انه خلص دور الناموس. بالتالي المعلمين الكذبه اللي بيهاجموا وعايزين يرجعوا تاني الناس الى اركان الناموس، دول ناس ما ينفعش ابدا التعامل معاهم. بيصفهم بولس يقول كده عنهم ان هم بيعلموا خرافات يهوديه مصنعه، هم الفينها قصص وهميه ما لهاش اي اساس من الصحه، معتمدين على موضوع الانساب، احنا من نسب فلان واحنا من عيله فلان واحنا بنتبع الرباي فلان. كل ده كلام بالنسبه له ما يسويش حاجه. معلمين مغرورين بيجادلوا بس، عايزين يعلموا الناس الناموس رغم ان هم مش فاهمين بيعلموا ايه. كل اللي فيهم كلام فارغ وكلام باطل، بيحاولوا يظهروا في صوره ممارسات زهد انما كلام باطل كله. بيستخدموا هذه المناصب وهذه الامور لكسب شخصي، كسب اموال. لما يجي يتكلم عن الشيخ في الكنيسه يقول لك كده غير طامع في الربح القبيح، ادي نوع من الربح القبيح.
يبقى المعلم الكاذب والناس الناموسيين دول او اللي بينادوا بالناموس مش بينادوا خلاص، بينادوا بيرجعك لحاجات تانية بعيدة. عشان كده ناس اولا بتقول تعليم فارغ، تعليم خرافي، بيبنوا كلامهم على انساب معلمين مغرورين بس بيجادلوا، يرغبوا في كسب الناس عشان يكسبوا من وراهم اموال. بالنسبة للمرأة، لو هي ما كانتش قسيسة لكن هي ستيل بتعلم في الكنيسة الكبيرة، ده موقفه ايه؟ يعني نقدر نقول عليه ان هو برضو مش صح، او يعني الكتاب بيأكد هنا على فكرة ان المرأة، فكرة التعليم بالذات، التعليم معناه ان انا في منصب اعلى شوية او في منصب متقدم شوية، من انا بأملي على اللي تحتية اشياء او بعلمهم حاجات. دور التعليم معطى للرجل، عشان كده كان واضح قوي قال لك المرأة لا تعلم. لكن ينفع ان المرأة تكون بتعلم للسيدات؟ ينفع. ينفع تكون المرأة بتعلم للشابات؟ ينفع. ينفع المرأة تكون بتعلم في مدارس الأحد؟ ينفع. إنما التعليم في الشكل الكبير في الكنيسة معطى أو مهمته معطى للرجل. لكن دورها ممكن تعمل ده مع الفتيات، ممكن تعمل ده كويس أوي مع الفتيات وأحسن من الرجل. ده مهم. شكرا لسؤالك. سيديك. بيقدم رسول بولس نصائح عملية للكنيسة، فبيقدم توجيهات للإدارة الجيدة في الكنيسة. أولا، الكنيسة يكون لها تعليم كتابي وعقائد صلبة وصحيحة. العقيدة الصحيحة دايما بتنتج حياة مسيحية صحيحة. لما بنتكلم كتير على السلوك وتعديل السلوك، مش عارف إلى أي مدى بيكون النتيجة، أعتقد أنها ما هياش كبيرة. إنما لما بنقوم تعليم ونفهم الناس الحق ونبني الناس على الإيمان الحقيقي الصحيح، بتلاقي الحياة بشكل طبيعي جدا السلوك بتاعها تغير وتعدل. بيأكد بولس نقطة تانية مهمة جدا، هي الصلاة جوه الكنيسة. الكنيسة اللي مش بتصلي كنيسة في حالة خطر. ثلاثة، بيأكد على دور وفعالية كل عضو جوه الكنيسة. مفيش حاجة اسمها ناس بتعمل حاجة وبقين بيتفرجوا، لكن كل واحد ليه دور. مش مهم يكون لي منصب، بس مهم ان انا ليا دور وليا مكان مهم لازم العبه دور جوه الكنيسة. بيقدم كمان المعايير اللي لازم نتبعها عندما نختار قادة او شيوخ او سقيفة وايضا شمامسة. حتى الشمامسة اللي طبعا اختلفت الاراء، وكلمة شماس في حد ذاتها هي كلمة خادم او شخص بيسيرف يعني. فسواء كان خدمته مساعدة الشيوخ أو مساعدة الراعي أو الرعاة، أو خدمته في مجال الخدمات الاجتماعية أو الاهتمام بالأسر، لكن أيضا نشوف أن الكراتيريا بتاعته قريبة جدا من بتاعت الشيخ. يعني فاهم في الكتاب، عارف التعليم الصحيح، سلوكه، إيمانه، بيته، حياته من بره ومن جوه، كل حاجة تقريبا زي كأني بختار راعي أو شيخ. فالموضوع مش موضوع أغلبية أو تمييز، أو إن أقول عايزين واحد يمثل السن الصغير، واحد يمثل السن الكبير، واحد يمثل مثلا المجموعة المصرية، واحد يمثل المجموعة التونسية، ونعمل بقى يعني تقسيمات وتنظيمات مختلفة إحنا بنخترعها. لا، الكتاب كان واضح جدا. من جهة الأرامل، بكتاب بولس بيوضح حاجة جميلة قوي، بيقول لك الأرامل أولا لابد إنه أولادهم يهتموا بيهم، لأنه ما تقلوش على الكنيسة. الكنيسة ممكن تشيل الناس اللي ملهاش أي حد يهتم بيها، أرملة ملهاش أي حد يهتم بيها، لكن لما يكون في أرامل لابد إنه أولادهم يتعلموا إزاي يكونوا بيرعوا أبائهم أو أمهاتهم. أما الأرملة اللي ملهاش حد فالكنيسة تتولى. حط نقطة خطيرة جدا وشعار غريب وجميل، محبة المال أصل كل الشر. ده بيقولها لكل واحد جوه الكنيسة، للكبير وللصغير، للراعي
للراعي وللعضو الصغير جوه الكنيسه. لو حبيت المال، هو يقصد محبه المال ما هيش الغنى، لكن ممكن يكون فقير لكن عنده حب مال. يعني المال هو اول حاجه، اول هدف في حياتي. المال بيجي قبل اي حاجه ثانيه، حتى لو كان المال ده قليل. ممكن يكون غني جدا بس ما عندوش محبه مال، ممكن يكون فقير جدا لكن عنده محبه مال. فالقلب مين السيد بتاعه؟ فدي نقطه خطيره جدا، ده اللي يخلي الانسان يرتكب كل الشرور، لانه بيحب المال، لانه عبد للمال. ده يخليه ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يضحي باي حاجه. ليه؟ لانه القلب السيد بتاعه مش المسيح، السيد بتاعه هو المال. نيجي عند اختيار الاساقفه، ودي نقطه مهمه وجميله وخطيره جوه النص ده. لما رحنا لكلمه الاسقف ابيسكوبوس، يسميها كده في الديكشنري سوبر انتندنت بيشوب او اوفرسير، ده ترجمه كلمه الاسقف اللي هو مشرف، او الاسقف طبعا بالصيغه الكنسيه، او الشخص اللي بينظر من اعلى او بيشرف. لما نروح لكلمه الشيخ اللي هي بريسبيتيروس الالدر او سينيور، ده كلمه جايه من المجتمع اليهودي، من السنهدريم اليهودي، اتنقلت للمسيحيه، فبتعني شخص له صفه التقدم، مش لازم يكون كبير في السن لكن له مقام التقدم، سواء كان شيخ او قس. في نص جميل في سفر الاعمال 20، بولس وهو رايح اورشليم في اخر مره، بيقول كده في صح 20 وآية 17: ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس والسدعة قصوص الكنيسة. العربي قصوص الكنيسة، في الإنجليزي the elders of the church. okay. قال لهم إيه؟ احتازوا إذن، في آية 28، احتازوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. بيقول عنهم كده: The Holy Spirit or the Holy Ghost has made you overseers to feed. الرعاية هنا انك انت تطعم كنيسة الرب. يبقى شايفين هنا انه استخدم كلمة قصوص اللي جاية من ترجمة elders يعني شيوخ، وقال لهم خلي بالكم من الرعاية اللي روح القدس اقامكم فيها اساقفة، نظارا او رعاة أو مشرفين لترعوا كنيسة الله. يبقى سواء كنت القس، إلدر، أسقف، أعتقد أن الثلاث كلمات مترادفات أو قريبين بيستخدمهم بالتبادل، لكن الدور اللي بيلعبوا أو الثلاث كلمات اللي بيلعبوه هي الرعاية. ورعاية بمعنى إطعام قطيع الرب. طبعا لما نتكلم عن إطعام قطيع الرب، أنا بعني أنه نطعمه بإيه؟ نتعامل بكلمة الرب. طبعا في رعاية أخرى موجودة مهمة، لكن زي مثلا أني أهتم بالشخص بحياته، أكون منتر لي، أكون معين معاه شوية في بعض المواقف. لكن الدور الأساسي اللي بيلعبه الشخص أو الأشخاص دول هو إطعام قطيع الرب، to feed the church of God، تطعمها بكلمة الله. عشان كده ضروري جدا وأساسي جدا أنه سمة أساسية في الشيخ أو الشخص اللي هيكون بيليد في الكنيسة وهو من ضمن الشيوخ أو الرعاة لو حبيت أسميهم، أنه يكون له قدرة على التعليم أو الوعظ واستخدام كلمة الله. بعض الناس قالت أنه الشيخ ده مجرد منصب إداري، فهو مدير في الكنيسة لكن التعليم والوعظ ده بتاع القسيس. طبعا ما رجعش للنصوص دي، ولا شاف الأصل، ولا شاف الكلمة، ولا شاف المعنى. مقدرش أقول أبدا أنه الشيخ ده بس مهمته أنه بنشوف الميزانية ونراجع الحسابات ونقفل الباب وعندنا 20 دكة عايزين نخليهم 25، عندنا شباك كسر نصلحه. طبعا في إداريات مهمة أو في حاجات دي مهمة، لكن مش هو ده اللي الروح القدس أقامك عليه. الروح القدس أقامك أنك أنت تطعم شعب وكنيسة الرب. لو انت او انا
ما عندناش عمق كتابي، ما عندناش قدرة على التعليم، قدرة على الوعظ، قدرة على إطعام شعب الله بالكلمة، ما ينفعش أحط نفسي الموقف ده. يعني نفسي أقول كده قبل ما أنا أقول، أنا عايز أخد منصب. حلو إن أنت تكون بتطلب هذا المنصب، كويس، بس يا ترى جيت في مرة كده عملت لستة بالكلام ده، خدتهم كده لستة وقلت أنا ينفع في حياتي ده؟ صح، ده موجود، ده موجود، ده موجود. لو الكلام ده موجود في حياتي ينفع أكون كده؟ لكن ما أعتقدش إنه في بنتبع ده في الظروف بتاعتنا الحالية في الكنائس. أتمنى نرجع نتابعه، أتمنى نرجع كلنا نشوف، علشان ما نبقاش بنستخف ببيت الله وبعمله. وهنات الشيخ أو الأسقف أو الراعي، شوف إن هي بيقول كده، أولاً إن يكون بلا لوم. يعني إيه بلا لوم؟ يعني شخص نزيه، مفيش شكاية من أي حد عليه، وأي حد مش بس من جوه، ده من بره. بعد امرأة واحدة، يعني متزوج امرأة واحدة. طبعا في الزمن ده كان في ناس كانت جاية من الوثنية، كان ممكن يكون عندهم لخبطة يعني. صحيا صابر، لو لقيت انا صابر مايندد، يعني مركز، ذهنه ده يقظ، ده عكس السكران. ده شيء مهم جدا ان يكون شخص، خلي بالنا الكتاب ما بيلغيش دور العقل ابدا، لا، بيقول انه الشخص ده يكون صاحي واعي فايق، عاقلا محتشما ريسبكتبل. فينا ايه ريسبكتبل؟ بعض الناس بتختار الشيخ او بتختار واحد في الكنيسه عشان دمه خفيف او بيهرج. مش اقصد ان الشخص يكون محتشم، ان يكون كئيب، عكس، بس مهم يكون دم يعني لطيف مع الناس. مسيح كان لطيف على فكره، وكان مرح، ما كانش شخصيه كئيبه، بس اقصد كان محتشم. ممكن يكون دمي خفيف، بضحك مع الناس ولطيف مع الناس، لكن محتشم يعني ريسبكتبل. يقولها بطريقه بكلمه تفهم اكثر، محترم، مضيفا للغرباء. الشخص ده يتميز انه يقدر يكون متسع حتى في بيته، انه يضيف ناس. ايه العلامه دي؟ معناتها ايه؟ معناتها ان شخص قادر يقدم، قادر يستقبل، لانه هيجي لك في الكنيسه ناس محتاجه حد ياخدها في حضنه، محتاجه حد يطبطب عليها، محتاجه حد يهتم بيها ويديلها وقت ويديلها جهد. لو انا مش كده، خلي بالي انا ما اقدرش العب الدور ده. ففكرة ان انا بفتح بيتي بضيف الغرباء، ده بيبين ان انا عندي قلبي قبل بيتي مفتوح اني اضيف الغرباء. صالحا للتعليم، ده الحته اللي بنتكلم عليها، غير مضمن الخمر، ده عكس الشخصيه الصحيه الواعيه، لا ده سكير دماغه مش فايقه، ولا دراب. ما ينفعش يكون الشيخ او الراعي او الاسقف يضرب الناس، ولا طامع بالربح القبيح. يعني ايه طامع بالربح القبيح؟ شفنا المعلمين الكذبه كانوا بيدوروا على الفلوس، لكن في ناس ثانيه بتدور على نوع من الساتسفاكشن الشخصي، نوع من تحقيق الذات جوه الخدمه، نوع من كسب نظرات الاعجاب، نوع من كسب المديح من الاخرين، علشان عايز كده، انا عايز الناس تبص لي، عايز الناس تشوفني ستار. بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال، يدبر بيته حسن، له اولاد في الخضوع بكل وقار. ليه؟ لانه لو انت مش عارف تدير بيتك، ولا عارف تخلص ولادك، ولا قدرت تكون بتساعد ولادك انهم ينالوا المسيح، ما تقدر تعمل ده ازاي مع شعب كامل؟ عشان كده لما كنت امين في القليل ينفع يقيمك على الكثير. غير حديث الايمان، يعني ايه غير حديث الايمان؟ هو يعني بطول الفتره، لا، بانه شخص له حياه مع الله اخذت وقت، وايمانه ده تم دخوله في محكات الايمان وفي معترك الحياه مع الله، وخد
ودخل بوتقة القلم وبقى عنده إيمان ينفع الله يسند عليه أو يبني عليه. مش أي واحد كده عشان الشخص ده يفضل قاعد هنا عشان ده بيدينا فلوس كتير في الكنيسة عشان نخليه يفضل قاعد هنا نحطه شيخ. طب ده لسه جاي جديد اللي بيحصل إيه؟ كان يقول لك الكتاب يتصلف يعني يتغر في نفسه. الحقيقة أنت بتضره، أنت بتضره أكتر ما بتفيده، لأنك بتحطه في حتة إبليس يبهدله. لكن الشخص المتمرس في الإيمان اللي عاش وربنا كده خده فتحت كده وخلاه يشتغل في الخفة وخلاه ما يبانش وخلاه يدخل بوتقة القلم ويتعسر وينضف ويطلع وتشكل، لما تيجي تشغله في المكان الله يستخدمه، لا بيبان شغل ربنا فيه، سنين طويلة اشتغل، إيمان كبر ونمى، ده اللي بيبان في الآخر. له شهادة حسنة، بص الكتاب بيقول إيه بقى، من الذين هم من خارج. يعني لو أنا عايز أشوف مين اللي ينفع وتقدم، أو في عندنا كذا اسم، خلينا نشوف الناس بتقول عليهم إيه برا مش جوه الكنيسة. يعني ممكن جوه الكنيسة أضحك عليك، لكن برا الكنيسة أنا بيتقال عني سمعة وحشة، فخلي الكلام ده في ذهننا، لأنه الذين لهم شهادة من الذين هم من خارج، يعني مشهود لهم من برا ومن جوه. طبعا كل السمات دي مهمة جدا توفرها في هذا الشخص. فاللي بيأكد عليه بولس هو مش الخارج، انا بيتكلم على طابع الشخصية او الحياة اللي الشخص ده بيعيشها، مش قدراته اللي بتبان لنا. يعني ده بيعرف يوعظ، ده بيعرف يتكلم، ده بيعرف يدير، ده شاطر قوي في الموضوع الفلاني. لكن حلو انه يكون عنده الامكانية دي، لكن اللي بيركز عليه هي انت مين من جوه، ايه الشخصية بتاعتك. دور الناس دي بيقولوا برسول بولس هنا وفي رسالة تيتوس، بيقول عليهم أولا رعاية الكنيسة، دي مسؤولية الإدارة، يكونوا وكلاء أمناء عشان ربنا بيديرهم عمل، يتعهدوا بعمل معين. مهمتهم أنهم يشجعوا الناس على تعليم الكتاب الصحيح، يقاوموا ويفندوا كل تعليم مضاد، عشان كده عنده قدرة على التعليم وعنده قدرة أن يسكت المقاومين او الناس اللي بيعلموا تعليم كاذب. مسؤول عن المعتقدات والتعليم الكتابي بيتقدم، فمسؤول بالتالي عن حياة المجتمع المسيحي الموجود في الكنيسة. اشوف الناس في كنيسة معينة، اشوف حياة كل الاعضاء وسلوكهم، اعرف كويس قوي هم مين وايه اللي بيتقدم لهم وايه كنيستهم دي. اللي انت هتأكله لهم هيبان، اللي انت هتقدمه لهم وتعلمه لهم هيبان في الآخر، اللي انت بتمشي بيه جوه كنيستك يظهر في مخدوميك. فسواء كانوا قادة شيوخ، الناس دي بيسموهم شيوخ أو رعاة أو تسميهم شمامسة أو تسميهم whatever اللي عايز تسميه، هما مسؤولين عن توصيل الإيمان. دي نقطة مهمة قوي الكتاب بيفهمها، دور الناس القادة دي مسؤولة عن توصيل الإيمان، مش مسؤولة عن الترفيه عن أعضاء، ولا مسؤولة عن خلق جو من النشاط الاجتماعي، مع أهمية الحياة الاجتماعية وليها دور، إنما مش هو ده الهدف الأساسي أو هو ده المهمة الأساسية بتاعت هؤلاء الرجال. خمس مهام منوط ليها الشيخ أو الراعي أو الأسقف. أولاً أنه يرعى رعاية الرب، يطعمهم زي ما شفنا، بيعلمهم، بيقودهم، يقود العبادة وأنشطة الكنيسة، بيمثل الكنيسة في مواقف معينة أو في محافل معينة، فهو مندوب عن الكنيسة أو ممثل الكنيسة، بيدير بمعنى administration، فبيمشي أمور الكنيسة بتاعته، طبعاً مش ديكتاتور أو الحاكم الأوحد أو الحاكم بأمر الله في الكنيسة، لكن باحترام وبوجود المشاركين معه، دي حاجة كويسة أوي، لأنه ممكن يكون في قائد لكن في معاونين، دي شيء مهم، في لجنة بتساعده، في ناس ينفع يكون بيديلها مسؤوليات، في ناس ينفع تكون كمان بتساعده أنه ما يغلطش وأنه ياخد قرارات خاطئة.
لما أكون لوحدي يقول كتاب ويل لمن هو وحده. لما أنفرد بالإدارة وحدي وأتحكم في كل الناس، أنا مش هي دي، مش هي دي الكنيسة. أولا دي مش كنيستي، دي كنيسة الله، أنا خدام عند ربنا، لكن ما هيش كنيستي. نقطة اختيار الشمامسة، لو كنا الكلمة بتاعت الشمامسة هنلاقيها أنها موجودة مرتين في الكتاب المقدس، كانت مرتين بس في العهد الجديد. في فيليبي 1:1 لما بولس بيقول كده: بولس وتيموساوس عبد يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع أساقفة وشمامسة، فذكر كلمة أساقفة وذكر كلمة شمامسة. المرة الثانية بتيجي في تيموساوس الأولى هنا صح 3: يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار. دول المرتين اللي ذكروا فيهم الكلمة. الكلمة بتعني كلمة خادم، فهي دياكونوس، معناها الويتر اللي بيخدم على بيعمل سيرفيس على السفرة، أو الديكن أو المينستر أو السيرفنت. المقطع الأول اللي في فيليبي واضح إنه الناس دي كان لها منصب قيادي في الكنيسة، لأنها بيوجه الكلام إلى الأساقفة وشمامسة. النص الثاني بيكلمنا على مواصفات الناس اللي هيختارهم لهذا الدور، ان يكونوا ناس انقياء، ناس لهم طهاره، ناس نفس نوعيه وطهاره وقداسه الشخص اللي هيكون اسقف او راعي للكنيسه. لكن عمل كل واحد منهم يختلف طبعا عن الثاني، عشان كده ذكر الاثنين دول منفصلين عن بعض. المواصفات بص لنا قريبه جدا من مواصفات الشيخ، يعني ذوي وقار محترمين، يعني لا ذوي لسانين، ما بيقولوش كلام مختلف، غير مولعين بالخمر الكثير، ولا طمعين بالربح القبيح، لهم سر الإيمان بضمير طاهر، ليختبروا أولا ثم يتشمسوا إن كانوا بلا لوم، باع لامرأة واحدة، مدبرين أولادهم بيوتهم حسن. يبقى نفس تقريبا قريب قوي من مواصفات الراعي أو الشيخ أو الأسقف. ربما يكون بنفهم من خلال النصوص دي انه بيقوموا بخدمه روحيه طبعا، وانه كانوا بيعملوا تحت اشراف الشيوخ او في معونه الشيخ او الشيوخ او الراعي. بعض الكنائس بتشوف انه في راعي اللي هو الاسقف والشيخ، وفي شمامسه اللي هم اللجنه اللي بتساعده، زي مثلا في الكنيسه المعمدانيه. في الكنيسه المشيخيه مثلا بنشوف ان في راعي وفي شيوخ، اللي هم اللجنه اللي بتساعد او بتدير الكنيسه مع الراعي. وده يمكن النظام الاشهر في معظم الطوائف، معظم الكنائس الانجيليه. لكن سواء كده او كده، خلينا نقول انه في النهايه القاده او الناس المحطوطين في وظيفه الله يتمنهم عليها في الكنيسه لابد ان يكونوا لهم هذه الكريتيريا وهذه الصفات والسمات الشخصية اللي مينفعش نكون بنتهاون فيها أبدا أو نحط معايير تانية. الآية اللي بتقول بقى بعد كده في إصحاح 3 آية 11: بالنسبة للسيدات يجب أن تكون النساء ذوات وقار، غير ثلبات، صحيات، أمينات في كل شيء. بعض الترجمات بتشير على أن هم زوجات الشمامسة، وبعض الترجمات بتشير ليهم على أن هم المرأة كخادمة بشكل عام جوه الكنيسة. فمثلا الـ ESV بتقول كده: their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful. في King James بيقول كده: even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful. في الـ Young Literary Translation بيقول كده: women in like manner grave, not false accusers, vigilant, faithful. داربي بيقول: the woman in like manner grave, not slanderous, sober. فاختلفت الترجمات ما بين انهم ممكن يكونوا زوجات الشيوخ، زوجات الشمامسة اسف، او انه يكونوا بشكل عام كل مرأة لها خدمة جوه الكنيسة. فسواء ده او ده، بنشوف انه كمان لما بيكون في اخت او سيدة بتكون بتخدم جوه الكنيسة، الموضوع برضه لا يقل أهمية عن اختيار الشيوخ، إنه أولاً ذات وقار محترمة، غير ثلبات يعني مش نمامات يعني ورغيات، صحيات، صابر، أمينات في كل شيء.
فواضح ان دي السمات الشخصيه بتاعه كل من هو في بيلعب دور في الكنيسه. بيتكلم على حاجه اسمها سر التقوى. بعض الناس بتتكلم على التقوى بتقول انه التقوى مثلا تلبس لبس معين، تتكلم بطريقه معينه، اوطي صوتي، اخنف في حاجات معينه كده، مش عارف ايه، اعمل نفسي يا ربنا يباركك. الموضوع مش كده. سر التقوى بيجي اساسا من كون ان الرب ظهر في الجسد، عشان كده هو ده سر التقوى. هو التقوى بتاعتي انه الله ظهر في الجسد، فاستطيع من هنا انه استمد سر التقوى من ما صنعه المسيح لك. الايه دي من الايات الصعبه والثقيله في الكتاب. بيقول كده بالاجماع عظيم ان هو سر التقوى. ايه سر التقوى؟ يشرح الله ظهر في الجسد، عارفين يعني تبرر في الروح. يعني ايه تبرر في الروح؟ يعني he was approved، روح القدس عمل approval عليه، سواء عمل approval او كمان اعلنه وضحه. ده تم في المعمودية، معمودية المسيح. تم ايضا في التجربة ان المسيح مر بيها، التجارب اللي المسيح مر بيها اللي الروح بيثبت فيها انه هذا هو الشخص المناسب. تراءى لملائكة لانه ظهر في الجسد، فشافته الملائكة في صعوده، في عندما جاء ملاك يخدمه لما كان في جسيماني، كرز به بين الامم، الكرازة بالانجيل خلاص. أؤمن به في العالم، أؤمن بالمسيح الذي جاء إلى العالم، الله الذي ظهر في الجسد بعد الكرازة، أؤمن به. وأيضا رفع يسوع في المجد عندما صعد وتمجد في السماء. فإن كنا نبحث عن رجال أتقياء، فالله جعل هذه التقوى متاحة من خلال عمل المسيح. ثانيا، التقوى دي اللي بيقدمها لنا هنا عكس تعليم المضلين اللي بيخدعوا الناس بفكرة التقشف أو قهر الجسد أو الامتناع عن الزواج أو معرفة معلومات لا يعرفها أحد. يقولهم الموضوع لا يتعلق بكل هذه الأفكار الخاطئة، لما يتعلق بكون أن الله جاء في الجسد. عشان كده أستطيع النهاردة يكون بعيش هذه التقوى اللي مستمدة من عمل المسيح وليست من لا أعمال الناموس ولا أعمال الجسد ولا قهر الذات ولا التقشف ولا كل الكلام ده، لكن ارتباطي بشخص المسيح هو ده السر الحقيقي اللي بيخلي في حياتي في تقوى وفي سلوك في التقوى حقيقي، مش زي الناس المعلمين الجسد. فسر التقوى بيتضمن ان الله ظهر في الجسد، وطبعا دي فكره ضد الغنوصيه اللي كانت بتقول انه مش ممكن الله يظهر في جسد، لان الله الخير والحق ده يعني ده عايش في عالم تاني خالص لوحده، وهو لا يموت العالم المادي بصلة، لأن العالم المادي بالنسبة لهم شر. يعني هنا بولس بيقول لهم لا، بالعكس، ده سر التقوى إن الله العظيم ده ظهر في جسدي. وظهوره في الجسد ده هو بداية إعلان إزاي ممكن الإنسان يستمد هذه الطاقة من الله لكي يعيش التقوى الحقيقية اللي بحسب فكر الله وبحسب قداسة الله. تبرر في الروح زي ما قلت هي justified in the spirit، انه الروح القدس برهن على بر هذا الشخص، على بر المسيح، على 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 حقيقه المسيح وشهد المسيح من خلال المعموديه، وايضا من خلال الاختبار او اسف التجارب اللي مر فيها المسيح. طبعا لما ظهر المسيح في الجسد واتولد كطفل وكبر بيبي وكبر وعاش وسط الناس، لما بدأ يقول ان انا هو او ابتدت تظهر خدمته، ناس كتيرة اعشرت فيه، حتى اقرباء واخواته اتهموه بان هو مختل. عشان كده كان لازم يكون في تبرير من الروح القدس عن شخص، او برهان بالروح القدس وتصديق على حقيقة شخصية المسيح ان هو الله ظهر في الجسد. ده تم اثناء خدمته وحياته على الارض، طبعا في النهاية بيتم من خلال قيامته وتبرهن ابن الله بقوة من جهة القيامة من الأموات. لكن الروح القدس برهن عن ده في أثناء خدمة حياة المسيح، واحد في المعمودية، اثنين في التجارب بتاعته اللي تجربة على الجبل، وأيضا في حياته اليومية كان بيعيشها، لكن دول كانوا أكتر حاجتين مهمين.
تراءى الملائكة، ده اللي بنشوفه بعد ما تمجد المسيح وصعد إلى السماوات، وفي الصعود رأته ملائكة وسجدت له وتمجد من هذه الملائكة. عايز أورد نصين قالهم أحد أباء الكنيسة، اثنين من أباء الكنيسة، القديس يوحنا زابيل الفم بيقول كده: رأت الملائكة ابن الله معنا وهم لم يروه من قبل. وعايزك تفكر أو تفكروا معايا في الفكرة دي، الله الذي لم يره أحد، حتى الملائكة لم تراه من قبل، لما شافت المسيح في التجسد كان أول مرة تشوفه، شافته معنا. فيقول كده: رأت الملائكة ابن الله معنا وهم لم يروه من قبل. أحد القديسين الآخرين القديس سيودوروس بيقول كده: لم يروا حتى طبيعته الإلهية الغير مرئية لأي خليقة، لكنهم رأوه متجسدا الملائكة. فما عرفته الملائكة من خلال رؤية عرفته الأمم بالكرازة. بمعنى الملائكة دي خدمت الله وبتخدم الله، لكن لم ترى بعيونها هذا الإله، الله لم يره أحد قط. المرة الوحيدة اللي الملائكة اللي شافت الإله شافته مع البشرية، وشافته في حالة غريبة جدا، شافته هو بيفدي، شافته هو متضع، شافته هو بيتصلب على الصليب. وقتها شافته كمان بعد ما قام وتمجد وصعد. فبيقول كده: لم يروا حتى طبيعته الإلهية، ما عرفوهوش، لكنهم رأوه متجسدا، شافوه في التجسد. واللي الملائكة دي كانت أول مرة تعرفه أول مرة تشوفه، كانت البشرية بتشترك معاها لأول مرة أنها تعرف وتشوف الإله. واللي عرفته الملائكة من خلال الرؤية العينية أو الرؤية بعيونهم الملائكية، الأمم عرفته بالكرازة. فالأمم عرفت يسوع الله الظاهر في الجسد، وأمنت بيسوع الله الظاهر في الجسد من خلال الكرازة. فنصين من النصوص الجمال قوي أو مقطعين جمال جدا عن هذه الجزئية، طراءة الملائكة بيشرحوا وبيفهموا أباء الكنيسة، شيء رائع جدا. معلش يا بس ممكن سؤال؟ طبعا. يعني ايه هما ما شافوش الله الملائكة؟ هما مش موجودين معاه في السماء؟ بس الله لم يره احد قط، الله روح. ممكن يكونوا ممكن حتى في الرؤية، لو ناخد بالنا في الرؤية لما جه يوصف الجالس على العرش شكل بيتكلم عنه كأنه نور، ما قالش هو شكله ايه. قال عن الملائكة بتخدمه، قال عن انه في الحيوانات والكائنات اللي بيشبهها بصورة الحيوانات دي اللي بتحمل العرش، غالبا دي الكروبيم. في أشعية بيشوف انه الملائكة كانت مغطية وجوهها ومغطية أرجلها وبتطير باتنين وبتنادي قدوس قدوس، لكن ما شافتش معالمه. هو روح، هو روح، ما عندوش معالم بالواجه ترى. لكن الله الروح تجسد وظهر في الجسد، فكان الرؤية منه شايفين الإله قدامنا، ده كان شيء جديد بالنسبة لنا وبالنسبة أيضا للملائكة. حتى فكرة الخلاص نفسها سهى فكرة بعيدة عن الملائكة، شافتها وتعلمتها في الكنيسة، تعلمتها من اللي عمله المسيح في الكنيسة. عشان كده بيقول عن الكنيسة أنها بتعرف بحكمة الله متنوعة، بتخبر بيها الرأسات والسلاطين في العالم الروحي. ففي حاجات فعليا، يعني موضوع الفداء ده موضوع بعيد عن الملائكة، ملائكة لا تفدى، عشان كده ما فيش فداء للملائكة اللي سقطت. ماشي، انا فاهمة ده، بس طب لما كان المسيح بيظهر في العهد القديم لبعض اشخاص هم ما كانوش بيبقوا فاهمين؟ يعني أنا طبعاً مش عارفة ده. مش فاهمين، هم مش فاهمين مين هو، لكن فاهمين انه حد غريب، يعني شخصية سموها في العهد القديم، وتسمت العهد القديم
ملاك الرب اللي احنا درسناه مع بعض شفناه مع بعض ملاك الرب. ملاك طبعا شفناه بالعبري معناها المسنجر او المرسل من الله. وشفنا خصائص الملاك ده انه مش ملاك عادي، لكن كان بيقبل سجوده، كان نوع من الظهور الالهي للمسيح او الاقنوم الثاني، ظهور في هيئه جسديه للاشخاص للافراد اللي زينا ناس بشر زينا. لكن التجسد هنا كان حدث غريب وحدث فريد من نوعه، لا حصل ولا هيحصل مره ثانيه التجسد بتاع المسيح. عشان كده كان شيء مدهش، كان شيء الملائكه بتشوف وتتفرج عليه زي ما الملائكه هتشوف وتتفرج على الكنيسه في المستقبل. طبعا هي في حاجات بتخلي الواحد شويه يتخض، يعني طبعا زي ما انت بتفكري هما ما شافوش قبل كده، يعني هو في السماء معاه، بس واضح انه ملائكه ما شافتوش قبل كده او ما فهمتش ده قبل كده، لكن تراءى لملائكه، فملائكه شافت المسيح في تجسده، شافت المسيح في صعوده. اصل هما نزلوا معاه لما هو نزل قبل ابراهيم، ومش كان الرب يسوع وكان معاه اتنين تاني ملائكه صح؟ كان في طبعا مش عارفين هو مين يعني برضه. لا يعني يمكن الفكره في التجسد، الفكره في التجسد اكتر ما الفكره في الظهورات العهد القديم. ممكن نفكر فيها يعني صح، انت فكري صح. لكن يعني انا اوردت النصين بتوع الاباء لانه فكره التراءى الملائكه كانت فكره جميله وفكره جديده. ربما فعلا من حق انا يعني انت فكري فيه بتفكري صح انه كانوا موجودين معاه لما ظهر ابراهيم، ربما ده كان رؤيه معينه. لكن انها ترى ابن الانسان المسيح في تجسده ده كان حاجه جديده، لانه المسيح احتفظ بالتجسد ده واحتفظ بالجسد ده وما زال محتفظ بيه الى الابد وهيجي بيه تاني. فده كان شيء جديد انه ملائكه ترى الاله متحد بالجسد كمان. لكن هو قبل التجسد ما كانش بالجسد في السماء. لا. لا مش بالجسد في السماء. دي حاجه جديده خالص. لكن ما نقدرش نقول هنا ان ده تغير في طبيعه الله، انما هو ارتضى انه يتحد بجسد، فهو اخذ حاجه من بره اتحد بيها، لكن ما طرأش عليه هو تغيير. دي نقطه مهمه نخلي بالنا منها، انه لم يطرق تغيير على الله، انما المسيح اتحد، اخذ جسدنا واتحد بيه، خلاه معاه واداله طبيعه الجسد الممجد الجديد، الجسد القيامه، عشان يقول انه انا بمثل الانسان النهارده في عرش الله، انا بمثل الانسان الجديد اللي هيجلس كمان معانا في هذا العرش، زي ما شفنا في الرؤيه الشيوخ ال 24 الجالسين في العرش، معناها انه في نفس المكان في نفس محضر الله. اوكي سيزو ثانك يو. كرز به بين الامم، ده احنا قلناه انه ده بيتم من خلال الكرازه وانتشار الانجيل في العالم. أؤمن به في العالم، اي قبول رساله الخلاص رساله الانجيل اللي لما الناس بشرت بيها قبلت وصدقت. ف الخليقه كلها والبشر اللي وصل لهم هذا الكتاب او هذا الحق وهذا البشاره اتسرت، امنوا وقابلوا العمل المسيح بكل ترحيب وبكل ايمان رغم انهم لم يروا المسيح. رفع في مجد، ده طبعا بيتشير الى صعوده في السماء، يعني تمجيد المسيح هو عودته مره اخرى الى حاله المجد اللي هو اخلى نفسه منها. ففي افسس 1 اي 20:21 بيقول كده، اجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسه وكل سلطان وقوة وسيادة، كل اسم يسمى ليس في هذا الدهر بل في المستقبل أيضا. وبيقولوا أيضا في أفسس 4:10، الذي نزل صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. ف الصعود هو أو العودة مرة ثانية للسماء هو إنهاء لحالة الإخلاء وعودة ثانية مرة ثانية إلى حالة المجد، لكن المرة دي هو بيعود وهو ممثل للإنسان ومحتفظ بجسد الإنسان معه.
طبعا بيقولوا انه لما تمجد المسيح تمجد وهو يحمل جسد البشريه معاه وصار راس للكنيسه. ودي الحاجه الجميله جدا انه ما خدش المجد بتاعه لنفسه لكن ايضا خده واعطاه للكنيسه. ده اللي قاله للمسيح للاب قبل الصلب. فيوحنا 17 بيقول كده: والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. وبعدين في آية 22 يقول كده: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. فاداهم المجد بتاعه، يعني اديني المجد بتاعي اللي عندك من تأسيس العالم، بس كمان المجد اللي أنا هاخده ده مش هاخده ليا، ده أنا هديه له عشان هم يتمجدوا، عشان يكونوا واحد معنا. يبقى في وحدة ما بين البشرية الجديدة وبين الله الآب والله الابن والله الروح. فسر التقوى مش بيكمن في انا بعمل ايه، انما بيكمن في المسيح عمل ايه، وانه من خلال ايماني بالمسيح والاتحاد بيه انا بستفيد وباخد كل اللي هو عمله عشاننا، كل اللي هو اخده وحسبه البشريه، كل المجد والقداسه والبهاء والعظمه والخلاص، كل الحاجات الجميله اللي حطها في حسابنا في البشريه، فانا اقدر بستفيد منها وبستمدها لحياتي الشخصيه النهارده انا وانا عايش معاه. عشان كده سر التقوى لا ينبع من تقشف ولا من تدينات مزيفه ولا من شكليات خارجيه، انما بينبع من كوني متحد بالمسيح وبؤمن بالعمل اللي هو عمله وبستفيد من كل اللي هو حصله لمصلحتي. ما خدوش ليه هو، ده خدوه لمصلحتي انا، عشان كده بقى راس للكنيسه جسده. فكل اللي بياخده هو بيعطيه للكنيسة، بيعطيه للمؤمنين. رسالة طويلة وجميلة، طبعا احنا جرينا فيها قوي عشان نخلصها، لكن طبعا مليانة بالحاجات الرائعة اللي ممكن نرجع لها تاني وتالت ورابع ونستمتع بيها في كل وقت. اي اسئلة؟ نعم.